عبارة وايل. كما تعلمنا خلال هذا البحث فإنه بالإمكان التحكم بسير تنفيذ الكود في لغة PHP. أيضا بإمكاننا التحكم بعدد مرات تنفيذ تعليمة أو مجموعة تعليمات معينة باستخدام الحلقات مدعومة بشرط استمرار تنفيذ هذه الحلقات. العبارة while تشبه إلى حد ما عبارة if الأساسية كما يظهر من خلال البنية التالية. طالما أن التعبير expression بعد التعليمة while يعطي بنتيجة اختباره القيمة true، فإن بلوك التعليمات التالي لعبارة while بين قوسين سيتم تنفيذه بشكل متتابع. بغض النظر عن التعليمات التي نقوم بتنفيذها ضمن عبارة while، فإنه سيكون هناك ما يؤثر على قيمة محددة لها علاقة بالشرط expression الخاص بالعبارة while، وبالتالي تغيير نتيجة الشرط وتوقف تكرار التنفيذ كما تخطط له، وإلا فإن الحلقة ستستمر بشكل لا نهائي. سنقوم بإنشاء كود يقوم بطباعة مضاعفات العدد 2 والتي هي أصغر من 42 ضمن مستند نصي جديد وضمن معرفي البداية والنهاية في لغة PHP. أسند القيمة 1 إلى المتحول counter وهو عداد سنستخدمه لإيقاف حلقة while. الآن قم بوضع عبارة while ثم الشرط counter أصغر أو تساوي 21. وضعنا القيمة 21 لأن 42 مقسوم على 2 يساوي 21. ثم قم بطباعة قيمة المتحول counter ثم العبارة النصية times 2 is للدلالة على رقم المضاعف، ثم قم بطباعة قيمة العداد counter مضروبة باثنين للحصول على المضاعف المطلوب. انقل الخرج إلى سطر جديد باستخدام المعامل br. قم بزيادة قيمة العداد بمقدار 1 من خلال الكود counter زائد زائد. لاحظ أنه بدون هذا السطر لن تزداد قيمة المتحول counter، وبالتالي لن يتغير خرج الشرط العبارة while، وسيستمر تنفيذ الحلقة إلى ما لا نهاية. قم بحفظ الملف ضمن المجلد htdocs ثم قم باستكشافه من خلال مستعرض الويب، وسيطبع المستكشف مضاعفات الرقم 2 الأصغر من 42.